وعلى سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 97 بعد 200 من جلس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحدود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. نعم، هذا الحديث أولا الباب، قال: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. هذا عام، يعني إذا قال يصيب حدا دخل فيه السرقة، دخل فيه بقية الحدود. ثم ذكر هذا الحديث وفي إسناده حماد بن أبي سليمان الكوفي، وقال فيه ابن حجر صدوق له أوهام، وغيره يوثقه. على كل حال، الحديث صحيح إما لذاته وإما لغيره. وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت أو ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، أي أن التكليف مرفوع عنهم حال وصفهم بالصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تلبسوا بهذه الصفة فإنه، أو إذا كانوا متلبسين بهذه الصفة وبهذه الحال، فإنه يرفع القلم عنهم، يعني أنه لا يكتب عليهم. وهذه حال الذي ليس عليه تكليف، أو الذي علق تكليفه، الذي يرفع عنه القلم إما أنه غير مكلف أصلا، وربما يكلف بعد ذلك، أو أنه علق تكليفه فكان مكلفا لكنه علق تكليفه في لحظات معينة أو وقت معين. فقال: عن النائم حتى يستيقظ. هذا مكلف ولا غير مكلف؟ النائم مكلف، النائم مكلف، يعني المكلف إذا كان نائم لا يسقط التكليف عنه، لكنه يرفع عنه القلم. هل يرفع عنه القلم في كل جناياته أم في الجنايات المتعلقة فيما بينه وبين الله؟ الثاني. أما جناياته التي تتعلق بالخلق فالأمر مختلف، لا يسقط عنه الدية وضمان ما يتلفه وهو نائم، كان نائما فانقلب فسقط على نائم تحته فقتله، مشى وهو نائم فأحدث ضررا، فالنائم لا تكليف عليه بمعنى فيما بينه وبين الله، بينما فيما بينه وبين الآخرين بين المخلوقين فإنه لا يسقط عنه التكليف. قال: وعن المبتلى حتى يبرأ. الغالب في المبتلى المقصود به المجنون، وهذا النوع من المجانين أو كذا كان يعرف الجنون في السابق: الجنون الدائم والجنون المؤقت الذي يحصل في حال دون حال، والذي يشبه الآن في هذا الزمان مثلا زهايمر ونحو الزهايمر، الذي يحصل له الجنون في أوقات يزول معها عقله، تزول معها ذاكرته، يحصل له أضرار يعني متلاحقة، وقد ينتهي به الأمر بالموت. فهذا المرض يصيب العقل ويتلف خلايا العقل ويستمر في إتلافها حتى يقتل صاحبه، ويبتدئ بفقد الذاكرة، فقد بعض عقله يعني شيئا فشيئا، لكنه أحيانا يفيق، وأحيانا أو أحيانا يعقل، وأحيانا يكون على جنون.
ولذلك المجنون الدائم هذا لا يشمله، لأنه يبقى ليس عليه تكليف. أما الذي يبتلى حتى يبرأ فهذا هو الذي فيه الكلام المذكور. وبالتالي فلو كان الإنسان مثلا يصاب بالجنون أياما ويبرأ يوما ويومين، فإن العلماء يذكرون في هذا أنه لا يلزمه قضاء الصلوات التي حصلت له في أثناء جنونه، هذا يسقط عنه التكليف بالكلية في أثناء جنونه. واضح؟ النائم إذا نام عن صلاة أو صلاتين فإنه إنما يعلق تكليفه، بمعنى أنه لو نام الإنسان ثلاثة أيام يصلي ثلاثة أيام يقضيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. المجنون لا يطالب بقضاء الفوائد التي فاتت في الأيام التي نامها. لماذا؟ لأنه كان في ذلك الوقت سقط عنه التكليف بالكلية. واضح؟ طبعا تكليف فيما بينه وبين الله. وعن الصبي حتى يكبر، هذا لم يحصل أو لم يبتدئ التكليف عليه. فهناك من ابتدأ التكليف ثم طرأ عليه إسقاط التكليف وهو المجنون، ومنهم من لم يطرأ التكليف ابتداء ولكنه يلحق وهو الصبي، ومنهم من لا يسقط عنه التكليف وإنما يعلق وهو النائم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها. قال: فأرسلها. قال: فجعل يكبر. نعم، هذا الحديث واضح ما فيه أنه أتي بهذه المجنونة، والمقصود بالمجنونة يعني التي أصابها الجنون الذي ذكرنا قبل قليل، هو الجنون الذي يعرو الإنسان ويزول عنه ويعروه ويزول عنه، جنون في حال دون حال، وهو ربما يكون الزهايمر مثلا كذا، ما كان معروفا في ذلك الوقت. يعني الزهايمر ما عرف إلا في بداية القرن الماضي فقط، يعني ما حدد كمرض وكذا إلا بداية القرن الماضي. وبالتالي فكان اسمه الجنون، وبالتالي كل الأمراض التي تصيب العقل في ذلك الوقت فتزيله كانت تسمى جنونا. فلما أتي عمر رضي الله عنه بهذه المجنونة أمر بها أن ترجم، أو أمر بها أن يقام عليها الرجم. وكانت هذه المرأة في الظاهر أنها لما جاءت عمر أو جاء بها إلى عمر ما كانت في حال جنون، الظاهر أن عمر رضي الله عنه حكم عليها وأن جنونها كان يحصل في أوقات قليلة. الآن الزهايمر عندما يحصل في البدايات لا يكتشفه الكثير من الناس، السبب في ذلك أنه يحصل في أوقات ضيقة، حتى يقال فلان يعني ما فلان ما الذي أصابه، فلا يكتشفون الأمر إلا بشكل متأخر في أوائله. ما الذي يحصل؟ ينسى أحيانا ولكنه يبقى ذاكرا في بقية الوقت. يحتمل أن تكون هذه المرأة من ذلك النوع. وبالتالي فلما جاء بها العمر الظاهر أنها ما ظهر عليها الجنون، فحكم عليها بناء على ما ظهر له. ثم ظهر لعمر أنها مجنونة، فلما مر بها على علي بن أبي طالب بعد أن أمر عمر بأن ترجم قال: ما شأن هذه؟ وهذه معروفة في لدى علي بن أبي طالب. قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فلما قال مجنونة بني فلان هو يعرف مجنونة بني فلان أن هذا الجنون من النوع المؤقت. طيب، قالوا: فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه، وكان عمر يأخذ برأي علي
ويستنير باجتهاده ويستشيره. وبالتالي فقد كان عمر رضي الله عنه بالنسبة لعلي أخا محبا، وبينهما من الود ما بينهما. وعمر هو الخليفة والحاكم، وعلي بن أبي طالب هو واحد من الرعية، لكن عمر ما كان يعني يسقط رأي علي بن أبي طالب، بل يسمع منه ويرى رأيه، وهذا في زمن خلافة عمر. ولو كان الأمر كما تقوله الروافض من ظلم وقع من عمر على علي بن أبي طالب، هذه القصة لا يمكن أن تكون موجودة أبدا، واضح؟ ولذلك مثل هذه القصة ينبغي أن لا يفرح بها الروافض، وأن علي بن أبي طالب عنده علم وأن عمر رجع إلى رأيه، بل هذا يرد عليهم أن عمر يعني ليس عنده من التخلف اللي يتكلم عنه. طبعا هذا كلام متخلفين، أن عمر بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب أخذ أنه ورى، وعمر بن الخطاب أخذ الخلافة، هذا كلام لا يتكلم به إنسان عاقل حقيقة. هؤلاء قوم متخلفون، لا يستطيع. طبعا كلام دائما إيش متناقض، لما تجمع الأدلة من كتبهم تجد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقال ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت، وهذه الكلمة تدل على أن الكلام الآن الحديث في ظاهره موقوف. إيش يعني موقوف؟ كلام صحابي، يعني منتهاه إلى كلام صحابي. فإذا كان منتهى الحديث كلام صحابي فهو موقوف، وإذا كان منتهاه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان منتهاه من دون الصحابي مقطوع. طيب هذا موقوف في ظاهره، لكن قوله أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، من الذي من أين سيعلم عمر؟ من الوحي. هذا دليل على أن هذا مرفوع حكما، وإن لم يكن مرفوعا لفظا، لكن حكمه إيش؟ الرفع قطعا. هذا من النوع الذي نقطع بحكم رفعه. وقال أما علمت، وهذا يعني أن عمر يعلم هذا، ولكن هذا نوع من التذكير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسألة. أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ. وهذه شهادة، هذه الرواية يعني تشهد لحديث عائشة أن المبتلى هو هذا النوع من الجنون، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. قال بلى. قال فما بال هذه ترجم، يعني والكلام فيه اختصار، كلام فيه اختصار، يعني ما بال هذه المرأة وهي تبتلى وتفيق أو وتعقل، ما بالها ترجم؟ فقال عمر لا شيء. وهذا تراجع من عمر عن قرار اتخذه في رجم المرأة بعد ظهور البينة له. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر. وهذا دليل على أن التكبير يعني يذكر عندما يعني يرى الإنسان ما يفرحه، كما أن التكبير أيضا يحصل عندما يرى الإنسان ما يغضبه. هذا من أدلة الفرح ومن أدلة الغضب. إيش؟ حديث أبي واقد الليثي لما قال الله أكبر إنها سنن. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه، وقال أيضا حتى يعقل، وقال عن المجنون حتى يفيق، قال فجعل عمر يكبر. طيب هذا يعين من الذي صار يكبر، من الذي فرح بهذا الحكم؟ عمر رضي الله عنه. طبعا هذا الإسناد الذي ذكر قبل قليل إسناد صحيح، يعني قال عن الأعمش نحوه، يعني بنفس الإسناد، الأعمش عن أبي ظبيان الكوفي يعني عن ابن عباس، بنفس الإسناد والإسناد صحيح. نعم. قال حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير أو جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال مر على علي بن أبي طالب بمعنى عثمان قال وما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال صدقت.
قال فخلى عنها. نعم، و قوله بمعنى عثمان يعني بمعنى رواية عثمان بن أبي شيبة، لأن هذه الرواية من رواية ابن السرح، لما قال بمعنى عثمان يعني مثل حديث عثمان، فالسياق ثم ذكر ضمن هذا السياق أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفيه أن الحديث مرفوع بهذا الإسناد. واضح يعني رفع الحديث هو الذي ذكرناه في السابق، هنا صرح بهذا، لكن ذكر فيه عن المغلوب على عقله، والمعنى متقارب. المغلوب على عقله يعني أن العقل أحيانا يرتفع عنه البلاء وأحيانا يحله البلاء، وحينئذ فهذا المعنى لم يختلف. نعم. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر قال أدعوا لي عليا، فجاء علي فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها. قال فقال عمر لا أدري، فقال علي وأنا لا أدري. نعم، هذا الحديث أيضا صحيح، إلا أن أبا ظبيان لم يلقى عمر في الحديث منقطع، لم يلقى عمر ولا علي، الحديث إيش منقطع وما شهد القصة، إلا أن القصة يشهد لها يعني يدل لها ما سبق، ولكن فيها زيادة، قال وإن هذه معتوها يعني مصابة بهذا المرض، وإن هذه معتوها بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها، يعني لعل الذي أتاها أثناء وجود الجنون. فقال عمر لا أدري، فقال علي وأنا لا أدري، فقال عمر لا أدري يعني لا أدري إن كان أتاها، يمكن أن يكون أتاها في غير بلائها، فقال علي وأنا لا أدري يعني فيمكن أن يكون قد أتاها في بلائها. طيب في مثل هذه الحال نقيم الحد ولا ما نقيم؟ تسقط الحد بالشبهة. تسقطون حدا، يا مسلمون تسقطون حدا من حدود الله لأنه عندكم شبهة؟ ها؟ هذا يجب، هذا يجب، بل لا يجوز إقامة الحد بدون زوال الشبهة، بدون زوال الشبهة. نعم، كلمة لعل الذي أتاها في بلائها المعنى واضح يعني يدل عليه معنى الأحاديث السابقة، إلا أن هذه اللفظة انفرد بذكرها أبو ظبيان ورواها مع انقطاع الرواية بينه وبين القصة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قال أبو داود ورواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه والخرف. نعم، الحديث هذا كما ترون من رواية علي، رواية علي، ويعني فهذا من شواهد الحديث، حديث السابق رواية ابن عباس، وهذا من رواية ابن علي، إلا أن في الروايتين انقطاعا، الأولى رواية أبي الضحى عن علي وأبو الضحى لم يدرك عليا، والثانية القاسم يزيد وهو لم يدرك علي، فهاتان إحداهما تقوي الأخرى، وهو شاهد لحديث ابن عباس يقوي حديث ابن عباس، وإنما ذكره أبو داود من أجل ذلك، وهذا يدل على أن أئمتنا يستشهدون. إيش يعني يستشهدون؟ يعني أنهم كما أنهم يذكرون المتابعات للرواية الواحدة، فإنهم يذكرون أيضا الشواهد للرواية الواحدة، وإن كانت تلك الشواهد فيها ما فيها، إلا أن الحديث يقوي بعضه بعضا في متابعات أو في شواهد، ويجمع ذلك كله ما يسمى بماذا؟ ها؟
الاعتبار، يعني اللي هو النظر في الطرق المؤدية إلى نفس الحديث سواء كان من بدايته أو في نهايته. فإن كان بدايته فهو من باب المتابعات، أو في نهايته منتهاه وهي باب الشواهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الغلام يصيب الحد. حدثني محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الملك بن عمير حدثني عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. نعم، هذا الباب من الأبواب الاجتهادية لأبي داود رحمه الله تعالى، من الأبواب الاجتهادية، يعني أنه طالما أنه لا يقتل فيما هو الكفر، وأيهما أعظم، الحدود ولا الكفر؟ الكفر. إذن فإذا أصاب الصبي إذا كان الصبي أصاب ما يقتل به وهو الكفر، وهو حد، وهو القتل الذي وجب على بني قريظة بحكم الله الذي حكم به من؟ سعد بن معاذ. فإذا كان قد أصاب ما هو دون القتل، ما دون ما يوجب القتل، فمن باب إيش؟ من باب أولى. هذا اجتهاد جميل، وهو يشهد لفقه أبي داود رحمه الله تعالى، ويرد على أولئك المخرفين الذين يدعون أن كتاب أبي داود يخلو من الفقه، بل على العكس هو مليء بالفقه، وأنا أشبهه بكتاب البخاري لأن فقهه يظهر في التراجم. وفيه الحديث طبعا صحيح أن عطية القرظي واحد من أبناء بني قريظة، من أبناء بني قريظة، ولما حكم سعد بن معاذ بقتل مقاتلتهم وسبي الذرية، كيف نفصل بين الذرية وبين المقاتل؟ كيف نعرف الفرق بين الذرية وبين المقاتلة؟ بالبلوغ، بمعرفة البالغ من غير البالغ. فإذا سألنا اليهود فهل سيصدقوننا؟ يقول لك هذا مش بالغ وهذا مش بالغ وأنا مش بالغ، كلهم بيطلع مش إيش. وخاصة هؤلاء اليهود أصلا فيهم الكذب وفيهم الخيام، تخصصون في هذا، فكيف إذا كنا أصلا نريد أن نقتلهم من أجل الخيانة؟ أصلا هي خيانة العهد، صحيح؟ فماذا نفعل؟ لا يمكن أن نصدقهم، لذلك أعرض النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عنهم. إذا كان الإنسان واضحا أنه كبير خلاص انتهينا، وإذا كان صغيرا أمرهم فكشفوا عن عانته، فمن أنبت منهم قتلهم، هذا من المقاتلة، ومن لم ينبت منهم ترك. كان من الذين تركوا عطية القرظي، هذا الصحابي رضي الله عنه، فأخبر عن هذه القصة. طبعا الذين بقوا منهم من أبنائهم أسلموا وحسن إسلامهم، واضح، وصاروا صحابة، لأن يعني الذين كشف عنهم يعني هؤلاء صبيان فدخلوا في الإسلام وصاروا صحابة، واضح، يعني الذين دخلوا منهم في الإسلام. قال: فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. وفيه أن الولد لا يقتل بجريرة أبيه، وأن غير المحتلمين والنساء لا يقتلون وإن حصل الغدر من قبيلتهم. إذا حصل قتل الغدر من قبيلة، إذا حصل خيانة يعني من قبيلة وغدر مثل هذا وحكم على هؤلاء بالقتل، فلا يجوز حينئذ قتل النساء أو الصبيان. دليل على ذلك، الدليل في الصحيح أنه قال: قد حكمت فيهم بحكم الله أو بحكم الملك. نعم، وطبعا واضح وجه الاستدلال. أنا أتكلم أطفال المشركون لا يقتلوا أطفالهم ابتداء، لأن هذا حكم بسبب خيانتهم، إذا نزل على حكمنا فحكمنا عليهم بالقتل. لا يقتل إلا الرجال فقط المقاتلة، أما من دون المقاتلة فإنهم لا يقتلون. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي.
كمل. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير. نعم، حديث ابن عمر هذا من أصح إسناده، من أصح الأسانيد، وأصح الأسانيد عن نافع ما رواه مالك وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر العمري المصغر، وهذا الحديث من أصح الأسانيد، فهو طبعا إسناد مسلسل بالأئمة بالإضافة إلى أنه أصح الأسانيد، فأبو داود يرويه عن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إمام أهل الحديث في زمانه يحيى عن من يعني قال فيه العلماء عبيد الله وفضله، عبيد الله وحفظه، فهو كما ذكرنا مثلا. لكن هذا الحديث فيه كما تلحظون أنه عرضه يوم أحد فرد وكان ابن 14 سنة، وعرضه يوم الخندق فأجازه وكان ابن 15 سنة، مع أن أحدا كانت في سنة 3 والخندق كانت في سنة 5، فكيف يكون من 4 إلى 13؟ تكون أحد في نهاية السنة الثالثة والخندق في بداية السنة الخامسة. تكون أحد في بداية يعني أحد تكون في نهاية الثالثة، في نهاية السنة الثالثة، والخندق في بداية الخامسة، وبالتالي يكون بينهما قرابة السنة ويجبر الكسر في هذا. نعم، هو كان بين 13 و14 تقصد، أو في آخر 13 بداية 14 وكان في نهاية 15. على كل حال هذا المتوقع، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز إن هذا الحد بين الصغير والكبير، يعني 15 سنة هذا هو إيش الكبير. لكن هذا الكلام لو سألنا عنه اليهود ماذا سيفعلون؟ يقول لك هذا 13 سنة بس، هو ما شاء الله عليه، صحيح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتانة ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أبي أرطاه في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته. نعم، قال: باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع. أيضا من مما يدرأ الحدود أن يكون السارق أو المرتكب الحد في الغزو، في أثناء الغزو. وهنا فيه تفصيل، لأن بعض الناس يخلط الأمور. هل المقصود بالغزو دار الحرب، بحيث لو وقع الغزو مثلا في ديار المسلمين لا قدر الله أنه يعني يقطع، أم أنه في الغزو مطلقا سواء كان في دار حرب أو في الطريق أو في ما بين دار الحرب ودار الإسلام أو لو وقع في أي مكان؟ وهل كون الحديث ورد بلفظ السفر يدل على أن هذا لا يكون إلا في دار الحرب؟ فلا بد من فهم هذه القضية جيدا. الصحيح أن ورود الحديث بلفظ السفر ليس لأجل السفر، بل الذي يغلب على الغزو أنه يكون في السفر. لذلك لما قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن الغالب على الغزو يكون في السفر، ومع ذلك أثبتت قضية القصر في السفر دون الغزو، لأن الغزو قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر،
وحينئذ فإن التفصيل فيه يكون بعد ذلك بحسبه، حسب السفر أو الحضر، بخلاف السفر فإنه أثبت فيه الحكم. فالحكم ينزل أحيانا للغالب، وذكرنا الفرق بين الأحكام التي تترتب على عندما على شيء على الحكمة التي تكون مظنة، والأحكام التي تترتب على الحكمة التي تكون مئنة. فإذا كانت مظنة فهي الغالب فيحكم عليها بحسب تحقيق الحكمة، أما إذا كانت مئنة فإنه تحكم عليه يحكم عليها دائما مع إيش، مع إذا كانت عفوا إذا كانت مظنة فنحكم معها وإن لم تتحقق الحكمة. وصارت الحكمة حينئذ، صارت العلة حينئذ إيش، ضابطا شرعيا بدون تحقق الحكمة دائما. بينما إذا كانت مئنة فإنه دائما تتحقق الحكمة مع الحكم. الحكم لا يدور مع العلة حيث دارت إذا كان إيش، إذا كانت مظنة، مثل السفر، السفر مظنة المشقة مثلا فيخسر فيه، تخسر فيه الصلاة ويفطر فيه المصائب وغير ذلك حتى لو لم يكن فيه مشقة، واضح؟ ولكنه يدور مع الحكم مع العلة المنصوص عليها وإن لم تكن هي الحكمة التي من أجلها حكم بها، فيكون فتكون لكن في حكمة، وهي أن وهي ما أراده الشرع، وهي ما أراد الشرع، الشرع هو أن يعمم الحكم على هذا النوع من الناس حتى لا يتلاعب الناس فيما بعد يقولون هذا سفر فيه مشقة وهذا سفر ليس فيه مشقة، والحكمة في ذلك أظهر. لماذا؟ لأن في هذا قطعا لدابر التلاعب بالدين. طيب، إذن فلا يشترط أن تكون في سفر، بل الغزو حيثما كان يثبت هذا الحكم. ثانيا، هل هذا يعني أنه إذا كنا في دار حرب وليس هناك حرب ينطبق هذا الحكم؟ لا ينطبق هذا الحكم، لا ينطبق هذا الحكم، لأنه يمكن تكون مثلا أنت في جمعة أو في جماعة وأنتم رسل، أو يعني ذهبتم من أجل سفراء فيما بين دار الحرب ودار الإسلام، فإذا سرق في دار الحرب يقطع لأنه ليس في غزو، واضح؟ ولذلك لما استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا قطع في دار الحرب رد أهل العلم عليهم ذلك، ممن رد عليهم ذلك من ابن القيم رحمة الله عليه، فيفرق بين الكلام عن دار الحرب وعن الغزو، واضح هذا الأمر؟ طيب، ثالثا، هل أنه لا قطع في غزو يعني أنه لا يقطع هذا الذي أصاب الحد، أم أنه إذا عاد إلى دار الاستقرار يقطع؟ يقطع، يعني الحدود تقام في مكان الاستقرار، أو حصل غزو ثم استقر الأمر للمسلمين وثبت الحكم وانتهى، مثل ما حصل في فتح مكة، حصل في البداية غزو بقطع النظر طبعا هو حصل قتال ولا ما حصل قتال، في النهاية حصل يعني أمن النبي عليه الصلاة والسلام الناس وصالحهم بعد ذلك وانتهت القضية، وبالتالي لكنه دخلها عنوة أو عنوة، استقر الأمر له ولا منازع له ولا معارضة، يعني ليس له أي معارض بعد ذلك، خلاص ثبت الحكم واستقر. لو سرق واحد يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. إذن نحن لا نطلق الحكم على وجه الإطلاق، ولا بد من ضبطه في مواضعه، واضح؟ قضية تعطيل الحكم لأن الأصل وجود الحكم، الأصل وجود الحكم، فإذا ورد حديث استثناء حد من حدود الله فيجب أن يكون الاستثناء بحسب الاستثناء، أو لا يجب أن نستثني بحسب ما جاء من الاستثناء، لا نزيد ولا ننقص، لأن هذا هو التحكيم لكتاب الله في ذلك. طيب، إذن السؤال الأول قلنا هل هذا يعني أنه في دار الحرب حتى لو ما كان غزو؟ الجواب لا، ما فيه دليل على هذا، نحتاج دليل آخر، وإن طبعا قال بهذا أبو حنيفة لكن يحتاج إلى دليل مستقل، هذا لا يكفي. ثانيا، إلى متى يستمر الامتناع عن إقامة الحدود؟ إما الرجوع إلى البلاد، أو أن يستقر له الحكم يعني بالغلبة، يعني لا مغالبة له، يعني إما أن يستقر القتال ينتهي بالغلبة أو ينتهي بالرجوع، فإذا رجعنا أقيم على الحد، أو إذا غلبنا واستقر الحكم أقيم. أما لماذا؟ فمن العلماء من قال لأن هذا يمكن أن ينضم إلى صف العدو،
يمكن أن يرتد عن الإسلام، يمكن. وبعضهم قال بل هذا المقصود منه لأن قد يكون سرق من المتاع أو من الغنائم وغير ذلك. هذا الأخير طبعا لا شك أنه يعني مرجوح، يعني لا 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 يعني لا ينظر فيه، لأن هذا معناه أنه لابد أن يكون من الغنيمة، وهذا له مسمى مختلف، هو الغلول، ليس هو السرقة المنصوص عليها، واضح؟ حتى لا تكون. وبالتالي فبهذه الحدود يكون الحكم ثابت. الحديث إسناده صحيح، الحمد لله، حمد الله، يهديكم ويصلح بالكم. لأني رأيت بعض الناس يشكك في صحة هذا الحديث، يريدون أن يهربوا من هذا الحديث. لا، حديث صحيح. أولا أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة حافظ، جميل، يلا خليكم معي إخواننا. الثاني عبد الله بن وهب، أيضا ثقة حافظ، هذول أئمة طبعا. أحمد المصري في مصر مثل أحمد بن حنبل في بغداد، ابن وهب ذلك الإمام. طيب، أخبرني حيوة أيضا ثقة ثبت، حيوة بن شريح. طبعا حيوة بن شريح ليس هو شيخ أبي داود اللي ذكرنا، هذا حيوة بن شريح ليش الآخر المصري وليس الشامي. قال عن عياش ابن عباس القتباني، وهذا ثقة، ومعه أيضا قرين آخر في نفس الطبقة، يعني عياش، عفوا العياش هذا ثقة. الثاني عن شييم ابن بيتان ويزيد ابن صبح الأصبحي. شييم ثقة ويزيد ابن صبح، قال فيه ابن حجر مقبول، لكنه وثقه ابن حبان وروى عنه جمع، لذلك قال فيه الذهبي في الكاشف ثقة، وهذان اثنان في طبقة واحدة، يكفي واحد منهم، واضح؟ يعني لو أنه ما روى هذا الحديث إلا يزيد بن صبح، أو لو لم يروي هذا الحديث إلا شييم بن بيتان كان كافيا لأنه ثقة، فالإسناد صحيح بدون يزيد بن صبح. لكن مع ذلك يزيد بن صبح ماذا نسميه في نفس الطبقة؟ المقرون، يعني روى الحديث شييم بن بيتان مقرونا بيزيد بن صبح الأصبحي، أو أنه ورد يزيد بن صبح الأصبحي مقرونا، بس على وجه يعني مقرونا ولم ينفرد بالرواية لذلك. طيب المقرون هذا يزيد في القوة ولا يضعفه؟ يزيد في القوة. ويكون يزيد بن صبح متابعة لشييم، هذا متابع بالنسبة لعياش تعتبر متابعة تامة. طيب، قال عن جنادة بن أبي أمية، قال فيه ابن حجر مختلف في صحبته، ممن أثبت صحبته يحيى بن معين وابن يونس وغيره، ولكن ابن حبان قال هو فقط ثقة وأنه من كبار التابعين. وهذا طبعا وقال فيه العجلي تابعي كبير ثقة، وقد روى عن هذا العشرات، منهم مكحول ومنهم مجاهد بن جبر، من كبار التابعين، هذول الكبار التابعين هم رواة عنه، فهو في. وبالتالي وهو يروي عن وهو يروي القصة، يعني قال كنا مع بسر بن أرطات في البحر، فأتي بسارق يقال له، وبسر بن أرطات صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي في الحديث إسناده صحيح، إسناد طبعا مرفوع، لأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته، يعني أنا أعلم أن هذا حكم شرعي، لكني أخذت في بحكم من؟ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الترمذي والدارمي بلفظ في الغزو، بدأ كلمة في السفر، والمعنى هو المقصود يعني أنه الغزو، وذاك أورده أبو داود في باب الرجل يسرق في الغزو أي يقطع. نعم، طبعا قبل أن ننتهي من هذا، يعجبني كلام لابن القيم رحمة الله عليه، وأنتم تعلمون أن ابن القيم يعني له من العلم ما له، وفيه من الثقة ما فيه، فأحببت أن نسمع كلامه في هذه المسألة. نعم، تفضل.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. النهي عن قطع الأيدي في الغزو. المثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، رواه أبو داود، فهذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا، كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم. وقد نص أحمد وإسحاق بن راهوية والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وذكرها أبو القاسم الخراقي في مختصره فقال: لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو. وقد أتى بشر بن أرطات برجل من الغزاة قد سرق مجنة فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو، لقطعت يدك، رواه أبو داود. وقال أبو محمد المقدسي، وهو إجماع الصحابة، روى سعيد بن منصور في سننه بإسناده. إذن هذا فيه رواية الإجماع كما ترون. نعم. وقال أبو محمد المقدسي، وهو إجماع الصحابة، روى سعيد بن منصور في سننه بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه عن عمر كتب إلى الناس: ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا، لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك. وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان، وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمع فيكم؟ وأتى سعد بن أبي وقاص بأبي محجن يوم القادسية، وأتي سعد بن أبي وقاص بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر، فأمر به إلى القيد، فلما التقى الناس أمر به إلى الحد القيد، يعني قيد، لأنه كان يشرب الخمر ولا يريد أن يقيم عليه الحد. نعم. فلما التقى الناس قال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إلى قوله قال الشيخ في المغني، وهذا اتفاق لم يظهر خلافه. قلت: وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة، إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار. وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض، فهذا تأخير لمصلحة المحدود، فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى. انتهى من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم. المجلد الثالث، الصحيفة 13 إلى الصحيفة 14. نعم. يعني أحيانا لمصلحة المحدود، أحيانا لمصلحة آخر غير المحدود، فالحامل والمرضع لمصلحة آخر غير المحدود، وهو الجنين والرضيع، وأحيانا لمصلحة المحدود، مثل الرجل الذي أتي به وقالوا: لو خفنا أن إذا أتينا به تقطع في أيدينا. الذي أمر بعكثال فيه 100 شمراخ فضرب به ضربة، فهذا لمصلحة من؟ لمصلحة المحدود. فتأخيره لمصلحة الإسلام والمسلمين من باب أولى، وهذا يدل على حكمة الله عز وجل، أو يعني من الدلائل الكثيرة جدا على حكمة الشرع، وأن لا شيء يعني مر إلا وقد يعني قدر وأحكم. حتى الحدود ما من شيء فيها إلا وله فيه حكمة سبحانه وتعالى، في تعطيله أو في تأخيره أو في تعليقه أو في إثباته، في تشديده وتغليظه أو في تخفيفه، يعني إلى آخره من هذه الأمور. حتى في الحد نجد أن الحكمة ظاهرة، حكمة الشرع، والعمل بما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى لا يخالف العمل بما تقتضيه رحمته، بل إن العمل بما تقتضيه حكمته
لا بد من أن يكون موافقا لما تقتضيه رحمته، وهذا لا يتناقض، هذا لا يتناقض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في قطع النباش. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن أبي المشعث بن طريف هذا قاضي هراء عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. أيضا هذا الباب من الأبواب التي فيها اجتهاد، لأن الحديث ليس فيه الأمر بقطع النباش، ولكن لما يقول البيت بالوصيف يعني القبر، والقبر بيت لمن فيه يؤويه ويحرزه، فالنباش إذا فتح هذا القبر وسرق الكفن، المقصود بالنباش هو الذي يسرق الأكفان، وسرق هذا الكفن، فإنه يقطع بالكفن طالما أن الكفن يبلغ النصاب. هذا وجه الاجتهاد في هذا الحديث. مر معنا هذا الحديث سابقا وذكرنا أن له يعني ما يقويه، ولكن ذكر أبو داود هنا قال حماد بن أبي سليمان، مر معنا حماد بن أبي سليمان قريبا، حماد بن أبي سليمان كوفي الذي يروي عن إبراهيم النخعي، قال: يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته، دخل على الميت بيته. والكفن كيف يمكن حماية الكفن؟ من خلال وجود القبر، فالكفن هو مكانه المناسب هو القبر الذي فيه هذا الميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في السارق يسرق مرارا. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي حدثني جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. نعم. هذا كما ترون الباب قال: السارق يسرق مرارا. طيب هذا السارق يقطع، فإذا سرق أكثر من مرة ماذا نفعل فيه؟ ماذا نفعل في هذا السارق؟ هذا الحديث إسناده فيه مصعب بن ثابت، قال فيه ابن حجر لي الحديث. على كل حال الحديث حسن، والمعنى هذا أنه يحصل القطع أكثر من مرة، لكن الحديث يعني فيه ضعف من حيث لفظ، من حيث المتن، يعني في الحديث فيه ضعف من حيث المتن، لأن الشاهد يشهد لجزء منه ولا يشهد لكل الحديث، فعدد القطعات المذكورة أكثر مما صح، أكثر مما صح. طيب هنا سؤال: إذا سرق أول مرة نقطع يده، إذا سرق المرة الثانية نقطع إيش؟ ليش؟ يده الثانية. يا جماعة لا نريد الآراء، نريد الشرع. هذا اقطعوا أيديهما يعني يديهما، يعني الجمع هنا يقصد به ايش؟ الافراد، لانه اذا اضيف المفرد الى مثنى فالافصح فيه ايش؟ الجمع. فقد صغت قلوبكما، كم قلب؟ لكل واحده قلب واحد، صحيح؟ اقطعوا ايديهما يعني ليس اقطعوا. طيب الان هذا الحديث، هذه الايه فيها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني اقطع كل واحد يدين ولا يد واحدة؟ لكن بعد ذلك ماذا نفعل؟ فيه حديث فيه: إن سرق فاقطعوا يده ثم
إن سرق فاقطعوا رجله. صحح الشيخ هذا الحديث رحمة الله عليه في إرواء الغليل 24-34 يعني 4234 2434 أو 34 و24. يلا ماشي بالعكس من اليمين للشمال 34 و400 و2000. فيرجع إلى الحديث هناك. إذن الحديث هذا طيب، الحديث إيش الإشكال فيه؟ أنه قطعنا أول مرة وبعدين قطعنا المرة الثانية. أيضا هذا إشكال آخر، وهي لفظ فاقتلوه، اللفظ فقط، يعني أنه من البداية قال فاقتلوه. فطيب لو فرضنا أنه الحكم هو، طبعا هذا الإشكال وارد، إشكال ما قلنا أنه موضع في الحديث، لأن الشافعي عرض عليه فقال منسوخ، أنه كان الحكم ليس يعني ليس ثابتا في القطع فنسخ، ما في مانع من هذا الشيء. لكن الإشكالية ليست هنا، الإشكالية في الخامسة، يعني قال فأتي به في الخامسة فقال اقتلوه. طيب الأربعة هذه كيف قطعت؟ ماشي، افرض أن قطعوا يده اليمنى ورجله اليسرى، بعدين يده اليسرى ورجله اليمنى، كيف سرق هذا؟ يعني واحد تقطع يده ورجله ثم يده ورجله، ماذا بقي منه؟ كيف سرق؟ في إشكال حقيقة، في إشكال من حيث المتن. والحديث كما ذكرنا لكم فيه مصعب بن ثابت وفيه لين، فيعني الحديث إنما يحسن لغيره، وبالتالي فألفاظه ليست حجة. أما لو كان الحديث صحيحا فأنتم تعلمون أهل الحديث يثقون بالنص ويتهمون الرأي، لو صح الحديث لاتهمنا أنفسنا. لكن أهل الحديث إذا كان الحديث فيه إشكال في إسناده يعني ماذا يفعلون؟ يعرضونه على الحديث الأخرى، ليس على العقول. الحديث الأخرى تقول لا، الحديث ليس فيه هذه إلا هذا العدد من القطع. نعم. خمسة لم يسألوه، لم يقول له إنما سرق. نعم. لم يقول في الخامسة إنما سرق. حتى ولو كيف سرق هذا؟ لا فوتي بالخامسة هذا ما هي خلاص، ما تحتاج إلى التفصيل. نعم. يستعير ويجحد، والله أنا هذول الناس اللي بيعيروه بعد أنه قطعت يده ورجله لا، الأفضل أنه ما نتهم الصحابة بهذا، يعني الأهون أنك تقول قطعت هذه كلها، ولا تقول للصحابة، يعني إيش معقول أنهم كانوا يعيروا وتقطع ويعيروا وتقطع، وبعدين إلى متى؟ لو كان أمينا لا، يعني واحد الأمين يستأمن لمصلحة المستأمن، مش هيك؟ بس المستعير لمصلحة من؟ مصلحة الاستعارة، المستعير. فمش معقول إذا كان الأمين، أنا لو كنت أستأمن لا أعطيه مع أنه لمصلحتي، فكيف إذا كان يستعير يأخذه لينتفع منه؟ مش معقول هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعليق يد السارق في عنقه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عمر بن علي، حدثنا حجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. لا، هذا لا يصح. الصحيح هذا لا يصح، وفيه نوع مثله، يعني أنك تقطع يد الرجل، طيب انتهينا، لكن أن تعلق اليد في العنق، تربط اليد في العنق، هذا فيه مثله. وطبعا باب في تعليق يد السارق في عنقه، الباب موجود، لكن الحديث كما ترون له إسناد، وعلماؤنا يقولون من أسند قد أحال. فقد أحال. وهذا الحديث فيه الحجاج وهو ابن أرطاه وصدوق، لكنه كثير الخطأ والتدليس، فوقع في خطأ، أو وقع أولا في حفظه فيه مشكلة كبيرة، أنه سيء الحفظ والتدليس، وقد عنعنه، ولو أنه عنعنه ولم يكن فيه كثرة خطأ لكفى تدليسه، فكيف بين أن يجمع بين مخالفة بين ذكر مثل هذه المسألة وبين أن يعنعن. ومثل هذا الحكم أصل لا يكفي فيه إنسان مشكوك في حفظه، فكيف بمن يعرف كثرة الخطأ عنده؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى عفوا احنا نتكلم عن الشديد. ايش قال في عمر بن علي؟ صدوق كثير خطأ. عمر بن علي صدوق كثير خطأ وكان يدلس شديدا، يعني مثله، يعني اثنين هذول نسخة كربون باعتبار. فكيف يمكن مع ذلك أن يعني، وإن كان طبعا عمر بن علي في خلاف في أمره، يعني قد يكون أحسن حالا من حجاج بن أرطاة، لكن في النهاية واضح المشكلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع المملوك إذا سرق. حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. قال أبو داود: النش نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، النصف أوقية من ذلك 20 درهما. قال: وابن محيريز عبد الله. نعم، أيضا هذا الباب، والباب طبعا كله ليس من رواية أبي القاسم وإنما من رواية ابن العبد فقط، وأظن حتى ابن داسة ما روى هذا الباب. عندك تفصيل في هذا؟ ما فيه صح؟ على كل حال، لكن هذه الرواية، أو أن يمكن فقط تعليق أبي داود في من رواية ابن العبد فقط، هو قال أبو داود هو تعليق أبي داود. نعم نعم، تعليق أبي داود. أما الحديث، أما الباب فليس من فموجود، لكن مع ذلك الباب ليس فيه حديث صحيح. ليس إيش ماذا يفعل بالعبد إذا سرق؟ فيه أنه إذا سرق يعني يباع فورا، يعني هذا هيك الباب أو هكذا بحسب، لكن هذا لا يصح. نعم. الأحكام على العبيد تقام من الأسياد، والقطع لا ينصف، يحتاج إلى دليل. الأحكام على العبيد تقام من الأسياد، يعني المرأة الأمة إذا زنت لا ترجم وإن كانت متزوجة، وإنما تحد، أن الرجم لا ينصف، وتحد بكم؟ تجلد 50 جلدة. يحتاج هذا إلى دليل. نعم. الأبواب قصيرة ما. نعم، نحن يهمنا قراءة ما في الكتاب أكثر من الأسئلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. نسخ ذلك بآية الجلد فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم، هذا الأمر كان، هذا كان في أول الأمر، أن قبل نزول الرجم جاء القرآن بأن الذي يحصل من الزنا أنه يحتاج إلى الإثبات إلى استشهاد 4. أما إذا ثبت فإنها تمسك في البيت، يعني تمنع من الخروج حتى الوفاة، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني أن ينزل فيهن حكم يوضح أمرهن. واضح الأمر؟ قال: وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ونزل مع هذه الآية قرآن يتلى، قال صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. إيش؟ لا، قال: الثيب بالثيب، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. ونزل حينئذ قوله تعالى:
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وبعض أهل العلم يقول بل نزلت آية الجلد ثم نزلت آية الرجم فصار التفصيل بعد ذلك، واضح؟ لكن الحديث دل على نزولهما معا، لأن قال قد جعل الله لهن سبيلا، وهذا يدل على أن الكلام مفصل على إيش؟ على آية النساء، أو يجعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغلب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. واضح الأمر؟ ونزل في ذلك قوله تعالى الشيخ والشيخة. ولا مانع من أن تكون هذه الآية نزلت بعد ذلك، لا مانع من أن تكون هذه الآية نزلت بعد ذلك، فعلى أنها نزلت في نفس الوقت، فيكون الناسخ للأمرين قرآن أحد الآيتين حفظت تلاوتها وبقي حكمها، والأخرى نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نعم. طبعا وجاء يعني وكون الآية يعني تنسخ تلاوتها لا يعني أن حكمها يسقط، لأنها كلام الله سواء كان بقيت تتلى أو لم تتلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني موسى يعني ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: السبيل الحد. يعني قد جعل الله سبيلا يعني أوضح فيهن حدا، هو طبعا كلام عن مجاهد لكنه مقطوع حسن حسن الإسناد، يعني هذا تفسير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا يحيى قال سفيان هذا من النسخة من الأعرابي، قال سفيان: فأذوهما البكران فأمسكون في البيوت الثيبات. نعم. إيش الجلد 100 والرجم، هكذا جاء الحديث. طبعا هذا مسألة فيها خلاف شديد جدا، مسألة الجلد 100 والرجم ولا يرجم فقط بدون جلد فيها خلاف شديد. لذلك فإن ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة وقال فيها وتوقف فيها حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، ما ظهر له يعني الترجيح في هذا، لكن الحديث فيه لفظ جلد 100 من الرجم، فهذا يدل على الجمع بينهما. لكن جاء في بعض الروايات أنه ما حصل جلد، فقال بعض أهل العلم إن هذا يدل على أن الجلد أمر يعني يمكن الاجتهاد فيه بالنسبة للحاكم، وبالتالي فصار عندنا أقوال: قول لا يجلد، وقول يجلد، وقول يعود فيه الاجتهاد للحاكم، وهذا الذي جعل الصنعاني يعني يقف في هذا الموضوع. نعم. لا أعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. نعم، يعني هو النفي السنة التغريب سنة، أجلد سنة، تغريب عام، يعني كله المعنى فيه هذا. الحديث مر معنا في الصحيح تكلمنا عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: طبعا الثيب بالثيب والبكر بالبكر هذا على الغالب، وإلا فقد يزني الثيب بالبكر والبكر بالثيب، فالثيب يرجم والبكر يجلد، لكن جاء الأمر على وجه التغليب يعني. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان قال: حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه قال: جلد 100 والرجم. وهذا يعني فيه التوكيد أن الجلد 100 ثابت في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. حديث في نسخة ابن الأعرابي وابن داسة، وليست في نسخة أبي القاسم اللؤلؤي. حديث محمد بن عوف. أي نعم. وهذا الحديث ضعيف، لذلك يبدو أن أبا داود أعرض عن روايته
في رواية أبي القاسم اللؤلؤي، لكن نذكره على وجه السرعة. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا الربيع بن روح بن خليد، حدثنا محمد بن خالد يعني الوهبي، حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فقال ناس لسعد بن عبادة. هو يعني بعضهم يذكر سلمة بن المحبق وبعضهم يذكر سلمة بن المحبق، وجاء اللفظ الضبط بابن المحبق، لكن ايش عندك ما مضبوط؟ ما هو موجود؟ لم يضبطه؟ لا بأس، كمل. فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت، قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء وآتي ذلك قد قضى الحاجة؟ فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ألم تر إلى أبي ثابت؟ وآتي يبدو أنه فيه نسخة، وإلى أو فإلى ذلك، يعني إلى أن يأتي، إلى أن يأتي الموضع، يكون الرجل قد قضى حاجته، يعني انتظر حتى يقول فإلى ذلك قد. إيش فيه نسخة ولا إيش نسخة؟ نسخة ولا هيك ولا إيش؟ إيش عندك أنت اللفظ؟ كلام سعد بن عبادة أنه بعد ما يعني أنه قد نزلت الحدود، فلو أنك نعم في العون فإلى ذلك قد قضى حاجته، فإلى ذلك يعني إلى أن آتي بأربعة شهود يكون قد قضى حاجته، يعني انتظر الإنسان على أهله وكذا. هذا ما جاء في كلام سعد بن عبادة رضي الله عنه. نعم، طبعا الحديث فيه ضعف، لكن الحديث جاء من رواية أخرى. إيش؟ إيش لفظ الحديث عندك مكتوب؟ هو أنه لو رأيته لضربته بسيفي، فقال فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: لأنا أغير منك والله أغير منا. الحديث صحيح يعني، لكن هذا الحديث إسناده لا يصح. نعم. قال: فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالسيف شاهدا. ثم قال: لا أخاف أن يتتايع فيها السكران والغيران. قال أبو داود: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته. قال أبو داود: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصابا بواسط. انتهى. واضح أن الحديث انتقده أبو داود، وضح ما فيه الحديث من طريق الحسن وعنه أيضا الشيخ، وبالتالي في الحديث يعني فيه ابن دلهم هذا، وهو لين الحديث، ومن رواية الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا هشيم، أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن عمر يعني ابن الخطاب خطب فقال: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف. ويم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. نعم. هذا الحديث من يعني من أدلة فضل عمر رضي الله عنه، لأنه توقع شيئا، وهذا الشيء حصل ولا لا؟ حصل. هذا الشيء حصل، طبعا حصل حتى في زمن الصحابة، يعني في آخر زمن الصحابة بعض الخوارج أنكر حد
الرجم، ليس كل الخوارج طبعا لكن بعضهم أنكر هذا، لأن إثبات الرجم على الزاني المحصن فيه يعني أنه مسلم، وفاتهم أن حد الزنا ثابت، أن حد الزنا بالجلد ثابت، ها أنه ثابت في كتاب الله في القرآن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فما الفائدة من إنكار حد الرجم يعني؟ وإن كان طبعا بقية الخوارج أثبتوا حد الرجم ولم ينكروه. وكذلك من جاء بعد ذلك من يسمون بالقرآنيين كذبا مع أنهم ليسوا قرآنيين ولا سنيين بل ملحدون، هؤلاء أيضا أنكروا حد الرجم باعتبار أن يعني الرجم لم يثبت في القرآن الكريم عندهم، وإنما ثبت في السنة النبوية، ولكن الحقيقة أنه ثبت في القرآن الكريم، ولكنه القرآن منسوخه التلاوة، قد ثبتت الآية وإثبات حد الرجم بالنصوص التي يثبت بمثلها القرآن، بالنصوص التي يثبت بمثلها القرآن الكريم. وفيه أيضا أنه قال وإيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، وتعلمون أنه كتب يعني كتبت آيات القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه، جمعت وكتبت، وهذا مر معنا في الصحيحين، وأنه كتب ذلك زيد بن ثابت، وطبعا جمعت ليس على النحو الذي جمعت فيه بعد ذلك على عهد عمر، لأنه في عهد عمر يعني اقتصر على آخر عرضة عن النبي عليه الصلاة والسلام على حرف واحد، حتى انتهى الأمر إلى ما نحن يعني ما بين أيدينا الآن من المصحف، وهذا الحديث من الحديث من أحاديث الصحيحين. نعم، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. كان في إذا كان هناك من أسئلة